نشكر أوروماك اللي هي اللي جاتها الفكرة، فكرتين، الفكرة تاع العيش مع بعض وفكرة الشجرة. هادو زوج فكرتين لازم نتقبلوهم ونتبنوهم، وكل واحد يعمل في المكان اللي راه فيه باش يحصل هذا الزوج أهداف. نقول باللي لو كان ماشي التعايش مع بعض والمفاهمة اللي كانت آنذاك في إبان اندلاع الثورة المباركة ما كنا نقدر نوصل للنتيجة، لأن التضامن والوحدة هي اللي سلكت الثورة الجزائرية. واليوم رغم أننا كلنا أمازيغ، الجزائر كلها أمازيغية من الشرق للغرب، ولكن اليوم رانا نخصوا الأمازيغية إلا منطقة واحدة، وهذا غلط كبير، غلط كبير، لأن هذا المنطقة هي شبر من الوطن العزيز الكبير العظيم اللي مساحته ما يقدرش يتخيلها الإنسان، والمناطق نتاعو كلها جميلة وكلها عندها اختصاصيات، والأمازيغية لازم تبقى هي الأساس نتاع الجزائر بأكملها من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال. وهذا أنا العيشة مع بعض هي أساس، ما نقدروش نعيشوا في بلد كما هذا كما نتاعنا بعدد السكان الهائل اللي فيه، واللي إن شاء الله يبارك فيه ربي ويحفظه من هذا الوباء، ما نقدروش نعيشوا إذا ما تفهمناش، وأيضا ما نقدروش نعيشوا إذا ما غرسناش. ومعناها لما نقول نغرسوا، نغرسوا كل شيء، نغرسوا حب بعضنا بعض، نغرسوا الأمان بعضنا بعض، وحشومة، يعني حشومة كبيرة لما نقرأوا في الجرائد ولا نشوفوا بأن الناس اللي كنا عندهم عنا الثقة فيهم كبيرة، وكنا ظنين أنهم هما اللي يحتفظوا بالجزائر اللي المجاهدين سلموها لهم وخلوهم أمانة بين يديهم، هما اللي صدقوا اليوم الخونة. ومع الأسف هذه الأقلية أثرت على الأغلبية، وإن شاء الله تزول، وإن شاء الله اللي دار حاجة يندم عليها ويتراجع. والفيروس بعثونا ربي سبحانه وتعالى باش يذكرنا بأن لي ما رانا والو في هذا على وجه هذا الأرض، إنما احنا مرين، والأحسن هو واش نتركوه من ورانا. إذا مرة أخرى إن شاء الله هذا الزوج العيش مع بعض وغرس حب غرس الشجرة ينتشر ماشي غير في الجزائر، في العالم بأكمله. وأيضا واش نتمنى؟ نتمنى الجالية الجزائرية نتاعنا اللي راهي في الغربة وتعيش في ظروف صعبة. أنا حبيت نذكر حاجة واحدة برك، لأن الشجرة هي كانت من أهداف القدماء، يعني اللي كانوا شاركوا في الثورة. وأنا بهذه المناسبة نترحم على أخويا الله يرحمه عبد الكريم تيجاني، اللي هو كان صديق والحبيب نتاع ديدوش مراد، اللي كان يقول له كل أسراره، واللي أيضا شارك في الحملة الأولى لغرس الأشجار، وكانت في ناحية شراقة، ولكن مع الأسف عدم الاعتناء بها راحت ويبست الشجرة، لأن ما درناش شكون يتكلف بها من بعد. غرسوها كل المجاهدين، المتطوعين، الشباب، الطلبة، النساء بكثرة، ولكن يعني بعد ما غرسناها تركناها لحالها، ومع الأسف ما ربي ما بعتناش الشتاء باش تسقيها، وإحنا ما كناش جهزنا الأنابيب اللازمة باش نسقيوها، وراحت خسارة. ونتمنى باللي الأشجار اللي رايحة تنغرس منا وهك ما نعتنيو بها، حتى كما قال المثل غرسوا فأكلنا فلنغرس ليأكلوا أولادنا وأحفادنا. أنا نقول باللي في مجال العيش مع بعض لازم الشبيبة الجزائرية نتاعنا
تفهم وشن هو العيش مع بعض، لأن المستقبل ليهم. شحال بقاو من الناس اللي شاركوا في الثورة، كل يوم راه يروحوا واحد منهم وآخر من راح، عمي عمر اللي هو بن داود، عمر بن داود اللي كان لما كنا في تونس، أنا عرفته كتير في تونس في مفاوضات إيفيان، كان يعني واحد الرزيمة، واحد العقل، واحد العقلية نتاعو دايما لما يتخاصموا، كان بن يحيى وجماعة يتخاصموا، هو دائما الكلمة الأخيرة ليه، لأنه كان إنسان رزين وعاقل ومثبت. هذه هي الصورة اللي أنا بقيت حية في ذاكرتي، وإن شاء الله إن شاء الله شبابنا هذا اللي راه يبحث عن وجوده إن شاء الله يقرأ تاريخ كل ما نقولش العظماء، وإنما الرجال اللي قدروا يحركوا شعب كامل باش يتبعهم ويعمل معاهم الثورة المعجزة. لأن ثورة الجزائر ماشي بس على خاطر احنا جزائريين، وإنما هي الثورة اللي ما كانش مثال تاعها. نتمنى إن شاء الله، وإن شاء الله الشبيبة ومجال الشبيبة والرياضة تلعب دور كبير وتأسس كما أنا أخويا جدول الله يرحمه، هو لالتيقوفيلي هو اللي أسسها، وحد الآن الله يرحمه. ونتمنى باللي قطاع الشباب والرياضة يتفكر كما كل القطاعات الأخرين يتفكروا الرموز ولا المبدعين اللي أسسوا كاش حاجة، ويعملوا لهم يخصوا عندهم مدرسة ولا كاش حاجة باش الذاكرة تبقى حية، وباش الشباب المستقبل يتساءل يوما من الأيام. احنا كنا نعملوا روبورتاج ومشينا في ديدوش مراد، سقسينا الناس الشباب قلنا لهم شكون هو هذا ديدوش مراد، قالوا ماشي من جيراننا، ما كاش ما يسكنش قدامنا هذا ديدوش مراد، يعني لأننا ترخينا وما كتبناش التاريخ وضيعنا سنين ثمينة حتى وصلنا للدرجة تاع إن شاء الله مستقبل خير.